هنكمل طرق اللحام بتاعتنا ونخش على الطريقة رقم 5 عندنا، اللي هي بتكمل طرق اللحام واسمها سولدرينج، اللحام بالقصدير او اللحام الكوية. سولدرينج is very much similar to braising، نفس الفكرة او نفس ال principle بتاعت اللحام النحاس او اللحام المونة زي ما احنا بنسميه. The major difference lie with the filler metal، هو الاختلاف كله في الحشو اللي هو بيقوم بعملية التجميع، اللي بيجمع الأجزاء بإيه ببعضها. The filler metal used in case of soldering should have the melting temperature lower than 450 centigrade. أنا بستخدم هنا السولدرينج دي، اللحام ده القصدير ده وصل اللي أنا بجمع بيه ده الحشو بتاعي، بحيث درجة حرارته تكون أقل من 450. Soldering is normally done by melting the solder with soldering iron and applying to it to the two melts that are going to be joined together. عملية اللحام دي بتتم عامة ان انا بصهر المعدن بتاعي ده بواسطة الكاوية اللي هي من المعدن، and applying it to the melts that are going to be joined together، وابدأ اوجه الحرارة دي ناحية الفيلر بتاعي، فيبدأ يلحم المعدن في منطقة الايه اللحام. The ferro metal used in process is called solder. المادة الحشو بتاعتي هي تسميها ايه؟ solder، اللي هي المادة الرابطة بتاعتي. Which distributes between the closely fitted surface، ويبدأ هي تتجمع أو تبدأ تتركز في المنطقة اللي يبدأ عندها عملية الايه؟ fitted surface، عملية التجميع، اللي هي الطرفين اللي هيبدأ يتجمعوا بايه؟ ببعض. Soldering methods، أنا عندي طريقتين بيستخدموا في soldering methods. ايرون سولدرينج ويف سولدرينج. ايرون سولدرينج اللحام الكاويه العادي، ودي اقدم طريقه، اولدست اند سمبلست سولدرينج ميثود اند ذا ستيل وايدلي يوزد توداي، هي اقدم طريقه واكثرها استخداما وشيوعا. سولدرينج ايرون هاف ا كابر تيب ويتش ايزلي ستورز اند ترانسفير هيت تو ذا الكاويه بتاعتي او وسيله اللحام بتاعتي، بيبقى ليها طرف من الايه النحاس، وقلنا النحاس ليه؟ عشان فيه خاصيتين جمال جدا، اللي هم توصيله التيار الكهربي ونقله للايه الحراره. ويف سولدرينج، ودي حاجه متخصصه شويه ما بتستخدمش في العادي، ولكن هي تستخدم مع السيركت بورد، اللوحات اللي انا بثبت عليها الكترونيك كومبوننتس. A specific method used in the fabrication of electronic components and printed circuit board. يعني أنا بستخدمها عشان لوحات الكهرباء بتاعتي، السيركت بورد بتاعت الراديو، بتاعت الموبايل، بتاعت الأجهزة الكهربائية، بيبقى في لوحة متثبت عليها أي سي، متثبت عليها مقاومة، متثبت عليها دايودز. دي الحاجات اللي أنا بثبتها عليها، فدي الطريقة اللي أنا بعمل بيها اللوحات الكهربية بتاعتي. في الطريقة دي بقى، in this method continually circulating fountains or waves of solder are lifted into contact with the agent. أنا في الحالة دي بقى بيبقى في عندي فوهات كده بتولد موجات على اللوحات الكهربائية بتاعتي دي، عشان أبدأ أجمع وأكون نقط الإيه اللحام بتاعتي. طيب فيلر ميتالز، مواد الحشو بتاعتي، المواد اللي انا هستخدمها عشان الحم، المواد اللي انا مولد عليها درجه الحراره بتاعتي العاليه دي، ما بين الجزئين اللي انا هعملهم هيبداوا ينصهروا، فيبدا يعمل عمليه الايه اللحام. في البريزنج عندي انا ممكن استخدم الالومنيوم، سيليكون، كبر، كبر فوسفورس، مغنيسيوم، سيلفر، نيكل الويز. انا ممكن استخدم اكتر من ايه وسيله، وقلنا الفكره بتاعتها عباره عن طرش وفي قضيب من النحاس، من الالومنيوم، من المعدن اللي انا بلحم ايه بيه، من الفضه، انا بستخدمه ولد عليه درجه حراره فيبدا ينصهر، ونتيجه خاصيه حاجه اسمها خاصيه الشعريه، يبدا هو يدوب ويتحرك في المناطق اللي فيها فراغات ويربط جميع الاجزاء وبعضها. سولدرنج اللي هي النظام الكاويه ده كومبينيشن اوف تين والليد، انا بستخدم هنا القصدير مع الرصاص، التين وسيلفر، ليد تين زنك، سيلفر كبر، زنك اند زنك المونيوم الويز، حاجات كتيره جدا انا ممكن استخدمها في عمليات اللحام بتاعتي اللي موجوده عندي. اهم ما يميز بقى العمليات بتاعتي دي اللي هي السولدرنج والبريزنج دي، انا عندي حاجتي، اول حاجه جونينج دي سيميلار ميتالز اند نون ميتالز، انا اقدر اربط ما بين معدن، سواء المعدن دول زي بعض او مختلفين عن بعض، ودي ميزه كويسه. لو تمبريتشر كومبيرد تو ويلدنج، درجه حراره متولده هنا هتبقى بسيطه بالنسبه للايه للعمليات اللحام العاديه، الامبير بيبقى عالي فيها جدا.
للثيرمال ديستريوشن، انا ما فيش هنا نتيجه درجه حراره منخفضه، بشيء طبيعي. ايه اللي يحصل؟ يبقى انا ما فيش تاثير حراري على المنطقه اللي انا بلحم ايه فيها. less change of damage، انا ما بيحدثش عندي اذى للمعدن بتاعي نتيجه اللحام او نتيجه ارتفاع درجه الايه الحراره. speed of jung، بمجرد ان انا بلحم يبقى خلاص كده انا دوبك انا حطيت الفيلر بتاعي وليت درجه الحراره من الجزئين اللي انا بلحمهم بعد فتره بسيطه جدا، مجرد ما ارفع الكاويه او ابعد اللهب او بلاقي اني على طول بيحدث اللحام ما بين الجزئين اللي انا ايه بشغلهم. less manual skills، مش محتاجه مهاره جدا، يعني المهاره بتبقى بسيطه جدا، جزئين بقلل عليهم حراره ووسيله ربط ايه موجوده. دول اشهر طرق اللحام اللي احنا استخدمناهم الايه السنه دي او مقررين علينا.